في سنة 1809 أرسل العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون رسالة إلى شقيقه الأكبر جاك بيؤكد فيها دعائم مشروعه العلمي لكشف لغز الكتابة المصرية القديمة مستعينا باللغة القبطية ليظهر للعالم أسرار مصر الصامتة اللي بتعتبر واحدة من أقدم الحضارات اللي عرفتها الإنسانية. وده كان بعد تصريحه اللي قال فيه أنا متفرغ تماما للغة القبطية، أود أن تكون درايتي بهذه اللغة كالفرنسية تماما، لأن عمل الضخم في البرديات المصرية سيقوم على أساسها. أصدقائي المتابعين، برحب بحضراتكم في فيديو جديد على القناة، وقبل ما نبدأ بذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. النصوص المصرية القديمة والنصوص القبطية بتعتبر نافذة على تاريخ مصر القديم وحضارته، لأن اللغة المصرية بجميع مراحلها بتمدنا بمعارف دقيقة عن الفكر والوضع المصري خلال عصوره المختلفة، واللي تميز بالتطور والاستمرارية على نحو جعل مصر خارج إطار عصور ما قبل التاريخ الحجرية متقدمة على بقية الشعوب القديمة. فاتكتبت اللغة المصرية القديمة على مدى تاريخها الطويل بأربع خطوط، ثلاث خطوط من أصل واحد، وهي الهيروغليفي والهيراطيقي والديموطيقي، وهي بتعبر عن الكتابة التصويرية. أما الخط الرابع فهو الخط القبطي، وهو يعبر عن الكتابة بأبجدية، وهو التطور الأخير للغة المصرية، وبيعتبر خليط من الحروف اليونانية القديمة مع تطويع بعض علامات الخط الديموطيقي. الخط القبطي هو آخر مراحل تطور خطوط اللغة المصرية القديمة، وفي دراسة بعنوان تاريخ اللغة القبطية صدرت عن مكتبة الإسكندرية ضمن سلسلة كراسات قبطية بتشير إلى أنه عند دخول العرب مصر كانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية والسائدة بين طوائف المتعلمين والمثقفين من المصريين والأجانب على حد سواء، بينما كانت القبطية وخطها سائدين بين عامة المصريين بالإضافة إلى بعض الأجانب المقيمين في مصر الذين أجادوها كلغة للتعامل اليومي. استطاعت القبطية أنها تنقل اللغة المصرية القديمة من الكتابة التصويرية إلى الكتابة بأبجدية لغوية، وتوضح أهمية ده في إظهار النطق الكامل للكلمات، لأنها بتعد الشكل الوحيد من أشكال الكتابة اللي بتتضمن حروف متحركة. فالقبطية أبرزت التعبير عن حركة الأصوات المكتوبة مقارنة بالخطوط المصرية القديمة. وفي الدراسة المعروفة باسم بيئة متعددة اللغات في مصر القديمة العصر المتأخر، التوثيق اليوناني واللاتيني والقبطي والفارسي للعالم الفرنسي جان لوك فورني بيشير إلى أن المراحل المبكرة الأولى للقبطية لم تستخدم أي نظام كتابي مصري سابق، هيروغليفي أو هيراطيقي أو ديموطيقي، لأن مصر في الفترة دي كانت متعددة الثقافات. وبيضيف أن اللغة اليونانية لعبت دورها الأساسي في الأداب والثقافة والإدارة، واستعملت الأبجدية اليونانية القديمة مع بعض علامات الخط الديموطيقي لإضافة بعض الأصوات المصرية الصحيحة غير الموجودة في اليونانية لتكوين الأبجدية القبطية. وخلونا ناخد فكرة إنه إزاي اللغة القبطية ساعدت كتير شامبليون لكشف أسرار اللغة الهيروغليفية. في سنة 1790 في مقاطعة فيجاك الفرنسية ولد شامبليون، وبالتحديد في يوم 23 ديسمبر. وللوضع المؤسف في فرنسا أعقاب الثورة الفرنسية، ما قدرش شامبليون أنه يلتحق بمدارس التعليم النظامي، فتلقى الدروس الخاصة في اللاتينية واليونانية. وفي مدينة جرونوبل اللي كان فيها أخوه جاك بيعمل باحث في معهد البحوث الفرنسي، التحق شامبليون بالمدرسة الثانوية، وظهر اهتمامه المبكر باللغات القديمة زي القبطية والعربية والعبرية والكلدانية والسريانية. من خلال ولع شامبليون بالقبطية شعر أنها لغة لا تزال حية، فركز اهتمامه على البحث في تراكيبها وأصواتها بدقة. وفي كتاب مصر ولع فرنسي للمؤرخ الفرنسي روبير سوليه بيقول أن شامبليون بفضل معرفته بجوزيف فوريه من خلال أخوه اللي شغل منصب سكرتير البعثة العلمية خلال حملة نابليون بونابرت على مصر، شغف بدراسة تاريخ مصر بما وفره له من مساحة اطلاع على مجموعته الخاصة من مقتنيات أثرية أثارت فضول شامبليون وقادته نحو عشقه لكل ما ينتمي إلى مصر. وأضاف سوليه
أن فوريه أطلعه على أوراق بردي ومقتطفات من الكتابة الهيروغليفية المنقوشة فوق الحجر. كمان قدمه لبعض زواره، ومن أهم الناس اللي قدموا ليهم هو الدوم رافائيل الراهب القبطي اللي كان بيلقي دروس في اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية. فالدوم رافائيل هو مصري المولد من أصل سوري، ولد من عائلة سريانية ملكانية، وكان اسمه بالميلاد رافائيل زخور. تلقى دراسته وتعليمه الأولي في كنائس الروم الكاثوليك ما بين روما وصيدا، ومن بعدها رجع إلى مصر خلال الحملة الفرنسية على مصر، حيث عمل كمترجم شخصي لنابليون بونابرت. وفي سنة 1803 سافر إلى فرنسا لتسليم بعض الوثائق الهامة للحكومة الفرنسية، وهناك تم تعيينه أستاذ للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس. وكان من أشهر الطلبة اللي درسوا على إيديه العالم الفرنسي شامبليون، حيث كان له الفضل الكبير في تعريفه بالكاهن القبطي يوحنا الشفتشي. لما بدأ نابليون بونابرت الحملة العسكرية على مصر في سنة 1798 كانت بمثابة العد التنازلي لمجد شامبليون، لأن من خلال الحملة تم اكتشاف بطريقة غير مباشرة مخزون علمي من وصف جغرافي وتاريخي وثقافي لمصر وشعبها ضمن مشروع موسوعة وصف مصر. وكان من أبرز أعمال الحملة أكيد هو اكتشاف حجر رشيد على يد أحد الضباط، وكان اسمه بيير فرانسو بوشار، وده كان في 19 يوليو 1799، وده كان أثناء إجراء تحصينات عسكرية. وبيعود نقش حجر رشيد إلى سنة 196 قبل الميلاد، وهو مرسوم ملكي صدر في مدينة منف تخليدا للحاكم بطليموس الخامس، كتبوا الكهنة علشان يقراه العامة والخاصة والطبقة الحاكمة من المصريين. فكان نصه بلغتين وثلاث خطوط، الهيروغليفي وهي كانت اللغة الرسمية في مصر القديمة، والديموطيقي وهي الكتابة الشعبية أيضا في مصر القديمة، واليونانية القديمة وكانت لغة الطبقة الحاكمة في الوقت ده. ولما خرجوا الفرنسيون من مصر سنة 1801 سلموا حجر رشيد للقوات الإنجليزية من ضمن اللي سلموه من الأثار المصرية اللي استولوا عليها، واشترطوا عليهم عمل نسخ من نقوش حجر رشيد مستخدمين الورق المقوى والأحبار لطبع الأشكال والحروف، وإن شامبليون هيستعين بنسخة منها. والحجر أصبح ضمن مقتنيات المتحف البريطاني من عام 1802، وهنا بدأ شامبليون يمسك طرف الخيط من خلال دراسته للغة القبطية اللي ما كانتش بتستخدم إلا في صلوات وطقوس دينية مسيحية وبتتكتب بحروف يونانية وملهاش أي علاقة ظاهرية بالخط الهيروغليفي. فمن القرن الرابع الميلادي لم يكتب أي شيء بالخط الهيروغليفي في مصر، وذهب سر الخط الهيروغليفي مع آخر كهنة مصر في العصور القديمة. بفضل أستاذه الدوم رافائيل كان شامبليون لأول مرة في حياته بيستمع لقداس باللغة القبطية في كنيسة بإحدى ضواحي باريس، وهي كنيسة سان روش، اللي تعرف فيها على الكاهن القبطي يوحنا اللي هيديه مفتاح حل اللغز. وفعلا استطاع شامبليون الإلمام الكامل باللغة القبطية على يد هذا الكاهن المصري اللي سافر فرنسا سنة 1802، وكان بيجيد اللغتين العربية والقبطية، وللأسف ما نعرفش عن حياته الكتير. لكن بيذكر شامبليون هذا الكاهن في رسالة كتبها لأخوه جاك في 21 إبريل سنة 1809، بيقول له فيها عن خطوات جادة يخطوها على درب اكتشاف أسرار الهيروغليفية. والرسالة بالكامل أوردها المؤرخ الفرنسي جان لاكوتور في دراسته شامبليون حياة من نور. فبيقول شامبليون في رسالته: لغة القبطية تتقدم على نهجها السلس، وأجد بالفعل ما يبهجني أعظم الابتهاج، ولك أن تتخيل سعادتي وأنا أتكلم لغة أعزائي أمينوفيس اللي هو أمنحتب الثالث وستي ورمسيس وتحتمس. سأذهب لأقابل في كنيسة سان روش بشارع سان أونوري كاهنا قبطيا يتلو فيها القداس يدعى شفتشي، سوف يعطيني معلومات عن الأسماء القبطية ونطق الحروف. وبيكمل شامبليون في رسالته: أريد أن أعرف هذه اللغة المصرية كما أعرف لغة الفرنسية، فعلى هذه اللغة أرسي دعائم عمل الكبير في أوراق البردي. كمان بيقول المؤرخ المصري أنور لوقا في دراسة موجزة بعنوان يوحنا شفتشي معلم شامبليون في كتاب موسوعة من تراث القبط، إن الكاهن يوحنا الشفتشي كان يقيم في شارع سان روش بباريس عندما قصده الطالب شامبليون ليأخذ درسا خصوصيا في نطق اللغة القبطية، وظل راعيا لكنيسة سان روش للأقباط المهاجرين الذين حطوا بباريس، حتى قرر في سنة 1825 أن يرحل إلى مارسيليا التماسا لمناخ أدفأ وأنسب لحالته الصحية، وعاش بين أهل الجالية المصرية التي خرجت مع المعلم يعقوب وبعده
واستقر معظمها في مارسيليا منذ عام 1801، ولا ندري متى وأين وافته المنية. أما المؤرخ البريطاني أندرو روبنسون في دراسته فك الشفرة المصرية حياة جان فرانسو شامبليون الفريدة، بيقول أن يوحنا شيفيتشي كان مصاحبا للجيش الفرنسي في مصر، وقدم بعد ذلك مساعدات للجنة العلوم المعنية بنشر موسوعة وصف مصر. بالتأكيد استفاد شامبليون من أحاديثه الكثيرة مع الكاهن يوحنا حتى نهاية عام 1807، وبيقول لاكوتور كانت هذه العلاقة بالنسبة له كنزا لا يفنى، إلا أنه اكتشف أيضا في المكتبة الإمبراطورية مخطوطا باللغة القبطية ظهرت فيه أسماء المدن المصرية مكتوبة بطريقة تؤكد افتراضاته، وأيده في ذلك الدوم رافائيل. كمان بيضيف كان شامبليون يعترف حتى عام 1809 أنه لا يزال يبحث عن طريقه، وأنه يواجه صعوبات حتى في تحديد أسس بحثه، لذلك فهو يعمل بجد ليتمكن من اللغة القبطية، فهو على يقين أنه يقف على أرض صلبة يمكن أن يشيد فوقها وهو مطمئن. وبكده يكون اتأكد شامبليون من أن المرحلة القبطية هي آخر مراحل الحديث بلغة مصر الأصلية، وكلمة جبت تعريب لاسم مصر اليوناني إيجيبتوس اللي سقط مقطعاه الأول والأخير، ونمت عنده قناعة بثبات أسماء الأعلام على مر العصور. وبفضل معرفته كمان باللغة العربية كان بيستشف من أسماء المدن والأماكن في مصر ما هو وراء الحروف العربية من أصوات أساسية بتعيد إلى الأصل الصوتي للإسم في نطق القبطي، لأن عندنا كلمات كتير في العربية المصرية أصلها قبطي، فهو كان لما يسمع كلمات زي كده كان بيعيد صوتها للغة القبطية. وتتبع شامبليون الخيط الصوتي مرتكز على فكرة عدم استعارة اللغة القبطية للحروف اليونانية في تسجيل أصواتها، يعني اللغة القبطية استعانت بالحروف اليونانية في الكتابة فقط وليس في الأصوات. وفهم أن اليونانيين اللي احتلوا مصر أطلقوا على الأماكن أسماء مستمدة من أساطيرهم، في حين أن المصريين احتفظوا بأسماء المدن الأصلية حتى بعد دخول العرب مصر، وأبقوا تسمية المدن بأسماء موروثة ولكن بحروف عربية. وده موضوع هخصص له فيديو هتكلم عن الكلمات القبطية في العربية المصرية. في الوقت ده أيقن شامبليون أن القبطية لا تزال حية، فركز كل اهتمامه على البحث في تراكيبها وأصواتها بدقة، وكل ده علشان يبرهن أن الرسوم الهيروغليفية عبارة عن حروف لغة منطوقة، يجب أنك تحدد صوت كل حرف من حروفها بعيد عن أي تأويل للصور المنقوشة على حجر أو بردية. فانغمس شامبليون في أدق تفاصيل اللغة القبطية وجمع قواعدها ووضع معجم لمختلف لهجاتها. مش بس كده، ده بدأ يترجم ليها كل ما يخطر في باله من عبارات، كمان بدأ يكلم نفسه بها كممارسة ذاتية، وده اللي أكده في رسالته إلى أخوه جاك سنة 1809 اللي أوردها لاكوتور في دراسته. فبيقول أما عن اللغة القبطية فأنا لا أفعل أي شيء آخر، فأنا لا أحلم إلا بالقبطي ولا أفعل غير هذا، لا أحلم إلا بالقبطي المصري. أما في سنة 1812 بيؤكد شامبليون في رسالته اللي أوردها سوليه أنه عثر على مفتاح اللغز، فبيقول استسلمت تماما لدراسة القبطية، كنت منغمسا فيها لدرجة أنني كنت ألهو بترجمة كل ما يخطر ببالي إلى القبطية، كنت أتحدث مع نفسي بالقبطية، ولفرط ما تفحصت هذه اللغة كنت أشعر أنني قادر على تعليم أحدهم قواعدها في يوم واحد. ولا جدال أن هذه الدراسة الكاملة للغة المصرية تمنح مفتاح المنظومة الهيروغليفية وقد عثرت عليه. كانت القبطية بتتردد في ذهن شامبليون وهو معتكف على دراسة الكتابة الهيروغليفية وبيقارن بين حروف اسم كليوباترا وحروف اسم بطليموس، ولاحظ اشتراك الاسمين في خمسة أصوات، وإن حرف اللام في الاسمين عبارة عن رسم أسد، والأسد في القبطية لابو. كمان لاحظ غياب صورة النسر في اسم بطليموس مع إنه بيتكرر النسر مرتين في اسم كليوباترا مكان حرف الألف، والنسر في القبطية بمعنى آخوم. أما عن صورة الفم فهو بالقبطية رو، فبتقوم مكان حرف الراء في كلمة كليوباترا، يعني صوت الحرف الهيروغليفي المصور هو عبارة عن صوت الحرف الأول من الكلمة القبطية اللي بيترسم مدلولها. كمان لازم نلاحظ أن التاء والطاء بيعبر عنهم بحرف واحد. أما في نص رسالة إلى مسيو داسييه الشهيرة اللي نشرها فريمان وديدو في نهاية أكتوبر 1822 بيقول شامبليون
من أجل التعبير عن الأصوات والنطق، ولكي يشكلوا بذلك كتابة صوتية. أخذ المصريون هيروغليفيات تمثل أشياء مادية وتعبر عن أفكار تبدأ أسماؤها أو الكلمات الدالة عليها في لغة الكلام بالحرف المتحرك أو الساكن الذي يراد تصويره. كان عمر شامبليون 31 سنة لما ذهب إلى أكاديمية النقوش والأداب اللي هي تقع محل عمل أخوه جاك جوزيف في 14 سبتمبر 1822 معلناً: المسألة الآن في حوزتي، وضعت يدي على الموضوع. وبكده يكون تمكن من كشف غموض الكتابة الهيروغليفية بعد مجهود حوالي 20 سنة انكب فيها على دراسة اللغات القديمة وعلى رأسهم اللغة القبطية. وفي النهاية كتب شامبليون نتائج بحثه في رسالة شهيرة تعرف باسم رسالة إلى مسيو داسييه، وهو أمين أكاديمية العلوم والفنون، في 27 سبتمبر 1822. وبعد سنتين كتب دراسة بعنوان موجز منظومة اللغة الهيروغليفية عند المصريين القدماء. وضح فيها المنظومة دي بعبارة قال فيها إنها منظومة مركبة يشمل كل نص بل وكل جملة على كتابة منقوشة تمثل رمزا ونطقا في آن واحد. وبعد تعبه حصل شامبليون على عضوية أكاديمية النقوش والأداب في مايو 1830، وتم تعيينه في منصب أستاذ في الكوليج دي فرانس سنة 1831 في تخصص أنشأوه خصيصا له، وهو الأثار المصرية. وفي محاضرته الافتتاحية من خلال نص الإعلان قيل ذلك تحت عنوان علم الأثار: سيعرض السيد شامبليون الصغير عضو المجلس العلمي مبادئ المنظومات المختلفة للكتابة الخاصة بمصر القديمة، وهو بصدد تطويره لسلسلة قواعد اللغة المستخدمة في النصوص الهيروغليفية والهيراطيقية. وسوف يوضح التماثل بين اللغة القبطية ولغة المصريين القدماء أيام الثلاثاء والخميس والسبت 8 صباحا. ألقى شامبليون محاضرات معدودة، واضطرته ظروف مرضه وتدهور حالته الصحية أنه يتوقف عن إلقاء المحاضرات في الوقت اللي كان يصارع فيه الزمن علشان ينشر كتابين هما قواعد ومعجم للغة المصرية، علشان يجعل منهم التجميع البراق والنهائي لاكتشافه العلمي قبل أن يتوقف قلمه إلى الأبد. وفي فجر 4 مارس 1832 رحل شامبليون عن عمر 42 سنة، وللأسف لم يستطيع تحقيق رغبته في إتمام الكتابين، ولكن أتممهم أخوه جاك ونشرهم بعد كده في سنة 1841. وفي كنيسة سان روش أقيمت الجنازة في 6 مارس 1832، نفس الكنيسة التي كان ليها أبرز دور في حياته، واللي فيها سمع لأول مرة اللغة القبطية من خلال صلواتها، وفيها تعلم اللغة القبطية على يد الكاهن يوحنا. وتم دفن شامبليون في مقابر بير لاشيز في باريس، وجنب قبره أقاموا مسلة من الصلصال الرملي. وبكده تكون لعبة القبطية دور بارز في تاريخ مصر القديم وفي حياة شامبليون القصير. استطاع من خلالها أنه يسجل اسمه ضمن قائمة أهم علماء القرن 19 بإنجاز علمي ضخم، كاشفاً بها أسرار كتابة مصر المقدسة، ليبقى اسمه حياً بها كما قال: إن كياني كله لمصر وهي لي كل شيء. أشكركم لحسن المتابعة، وأتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، وانتظرونا في فيديوهات جديدة. إلى اللقاء.